تطلب هذا ما يأمله عدد من الأطراف اللاعبة هنا في هذه المنطقة. من المهم لنا أن نضع نصب أعيننا بأن بعض الدول العربية، دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك إسرائيل، منذ سنوات طوال كانت تشعر بالتهديد الجسيم والضعف حيال تكنولوجيا الطائرات المسيرة الإيرانية. الهجمات ضد أبي ظبي منذ حوالي عام مضى في يناير 2022، والهجمات على الأرامكو في سبتمبر 2019، وعديد من الوقائع في العراق أيضا، الوقائع المرتبطة بميليشيات في غزة أيضا وفي لبنان، كلها تنوه إلى المدى والنطاق إلى الشعور هذه الأطراف اللاعبة هنا بالتهديد من قبل هذه الطائرات المسيرة التي تنتجها إيران. وقد كان هناك الكثير من الإحباط من جانب هذه الأطراف الإقليمية تجاه الغرب، بالدرجة الأولى تجاه الولايات المتحدة من حيث هذه المسائل والقضايا، فإنهم كانوا يؤمنون طويلا بأن الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية لن تقوم بالضرورة بإدراك هذا التهديد الإيراني والتصدي له من حيث الطائرات المسيرة. والآن كعاقبة لهذه الطائرات المسيرة الإيرانية والتي تقتل الأوروبيين على أراض أوروبية، فهناك مزيد من التفاؤل الآن من جانب الدول التي تعاكس أو تضاد إيران، دول المنطقة في الشرق الأوسط. هناك دول تعادي طهران، هناك اعتقاد بينها بأن الغرب قد بدأ الآن في اليقظة وفي التنبه إلى القضايا والمسائل المتعلقة بالطائرات المسيرة الإيرانية. فهذه هي النقطة التي قام أنور غرغاش، وهو مستشار الرئيس دولة الإمارات العربية محمد بن زايد، نوه إليها في نهاية العام المنصرم. ومن هذا المنطلق فإذا يمكن أن نقول بأن هذا يعد ميزة من النزاع في أوكرانيا لبعض دول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل. وكما ذكرت فهي تأمل الآن بأن قيادة الولايات المتحدة ستبدأ في أن تكون أكثر حساسية إلى إدراكهم وإحساسهم بهذا التهديد من قبل هذه الطائرات المسيرة.